شو بتقول عنه؟ دايوس يا اخوي. لا قصدي مو ينجب طفلة، لا أخوي قصدي واحد بده ينكح طفلة عمرها 3 سنين وسنتين، شو بتقول عنه؟ ما بصير يا اخوي، ما بصير يعني، ما ايش رايك، ما نحب نتدخل يعني في هذا الشخص. الشخص، برافو عليك، وسخ لك أنت وسخ. عالق رماعي، هذا ما بيس، برافو عليك، وسخ، أنت قلت وسخ. شوف في مسند الإمام أحمد حديث 2525 1036، حديث أم ايوه الفضل بن عباس وهي أخت ميمونة عن عبد الله بن عباس عن أم الفضل قالت بنت الحارث، قالت إن النبي رأى أم حبيبة بنت عباس وهي فوق الفطيم، قالت ايوه فقال لئن بلغت بنية العباس هذه وأنا حي لأتزوجنها. Rasulullah melihat Ummu Habibah binti Abbas telah melewati usia di atas bayi yang disapih. Lalu beliau bersabda, "Seandainya putri Al-Abbas ini sudah balig, sedang aku masih hidup, pasti akan kunikahi dia." Cerita serupa dapat kita baca dalam Sirat Rasulullah karangan Ibnu Hisyam, yang diterjemahkan oleh Alfred Guillaume ke dalam bahasa Inggris. Namun cerita itu tidak ada dalam terjemahan bahasa Indonesianya, yaitu buku Sirah Nabawiyah. Kenapa ya, kok tidak diterjemahkan? Kenapa disembunyikan? يعني النبي يشتهي اطفال، ده طفله عمرها فوق الفطيم، انت قلت عليه وسخ، هل النبي هسه وسخ؟ تفضل. ايوه النبي اشتهى طفله، شو رايك انت شو تقول؟ بده ينكح هاي هي الطفله. قصدها اذا كبرت، هي قصدها اذا كبرت لا طيب ازوجها، حتى لو هيك قصدي يا اخوي. أوكي. إذا كبرت، طيب إذا كبرت، طيب هي قدام صغيرونة، يعني في حدا يحط هلا عينه انت، على بنت طفلة رسمه مسلم خوي، صغيرونة هلا رسمه انت ينكحها؟ مسلم خوي. إي أنا كنت، إي نعم أنا كنت مسلم. طيب هو في واحد إنسان محترم وإنسان عنده عقل يحط عينه على طفلة عمرها سنتين ويقول إلا أتزوجها هذه من تكبر؟ هذا شو لا تسميه هذا هذا؟ ما عنده عقل يا وهو اخوي، رجال عمره 50 سنة؟ شنو؟ هذا ما عنده عقل يا اخوي، ما في عقل. كيف؟ ما بسمعك. أنت قلت وسخ. هو هذا أنت ما في قلت هلا عقل يعني، وسخ. عنده خلل بدماغه، عقله مو أنت سليم. قلت وسخ. أنت هلا قلت وسخ محمد. ايه يعني هل هذا نبي من الله اللي يشتهي ينكح أطفال يعني؟ هل هذا نبي؟ ها اذا تسمعني آه بس غير حبيبي لي السؤال خوي، اذا في غير سؤال سأل لي اياه، صح، لاني والله هغير لك السؤال. اوكي ضايقتني بس انا يعني، حبيت، صح انا اذا في غير سؤال سألني اياه. اوكي راح اغير لك تمام راح اغير لك السؤال، بس شو بدي اقول لك اخوي؟ يعني بدي اوصل لك تفضل فكرة، اللي يشتري اطفال هذا مو نبي. شوف هاي آية قرآنية، شو يقول؟ لا خي الله، ما يقول كل الأحد قل اللي للمؤمنين اللي يغضوا، تشوفه. لا مو حديث، شوف شوف بس اسمع معي، شوف شي، قل للمؤمنين معك يغضوا معك من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، سورة النور 30. الرسول شوف يقول، كان هلا أخوي، الرسول جالسا في أصحابه فدخل ثم خرج وقد اغتسل، فقلنا يا رسول الله فقد كان شيء، قال أجل مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء. Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya, kemudian beliau masuk ke dalam rumah dan kembali lagi dalam keadaan telah mandi. Maka kami bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah sesuatu telah terjadi?" Beliau menjawab, "Benar, seorang wanita telah lewat di hadapanku hingga syahwatku terhadap wanita bangkit. Maka aku pun mendatangi salah seorang dari istri-istriku dan mencampurinya." زين هو مو قال بالقرآن للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم؟ لعنة هو النبي ليش ما غض بصره؟ يا خوي هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد حديث 18027، اسمعني، لا انت إزاي اسمعني النبي ما يغض بصره؟ تفضل. اسمعني انت خوي، هذا ما كل حديث سمعته معناته صحيح. تفضل.
ايوه اي هذا الحديث صحيح. نعم هذا الحديث صحيح، حديث ابو كبش الانماري تفضل. نعم صحيح هذا، يعني ما كل حديث سمعته معناته صحيح. حديث صحيح صح الالباني. اسمعني يا اخي، اخرج حديث اسمعني اسمعني، هذا تكذيب عن النبي عليه السلام. لا لا هذا الحديث صحيح، حتى الالباني صححه. بس انا ارتفع فهمك شغله. طيب هو من الحديث انه هو اسمه قال عليه عبد الله السلام، يعني هو لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، يعني يعني ما طيب هو يقول بالقران قل للمؤمنين اسمعني، هو انت تقول النبي معصوم، النبي معصوم والنبي قال بالقران قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. طيب هو ما غض بصره، هو يقول مره بس اصبر لي، بس اصبر لي، هو ما غض بصره، هو قال مرت بفلانه فوقع في هو اللي علمنا نغض بصرنا عليه الصلاه والسلام، شلون ما يغض بصره؟ طيب هو ما غض بصره، هو يقول مرت بفلانه ووقع في قلبي شهوه النساء. اكيد يكون نبي هذا من الله. هدول احاديث ما هي صحيحه يا اخوي، يعني مش ما يغرك هيك يغرك الشيطان ويلا نسدوه. لا يعني شكو حديث، يعني شكو حديث يفضح محمد، هذا حديث ضعيف تفضل. صحيح مسلم حديث 1403 خلاص اقول ما حدش شيء ضعيف تفضل. الحديث على السوا، شو الحديث؟ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang wanita, lalu beliau mendatangi istrinya. Sesungguhnya wanita itu datang dan pergi bagaikan setan. Maka bila kamu melihat seorang wanita, datangilah istrimu, karena yang demikian itu dapat menenteramkan gejolak hatimu. Aif surah telefon syaqqa. Shu hadis tafadhal shu maktub ala sawa. Nshuf akhoi. Tafadhal hadha al hadis. تفضل أخي هذا الحديث أمامك، الحديث صحيح. نزل هرب هرب قرأ الحديث وهرب. طيب إذا هو معصوم ليش ما لم يغض بصره؟ ليش تهرب؟ إذا هو النبي عندك معصوم ليش ما غض بصره؟ ليش يشتهي المرأة؟